تيك عليكم. شي وحدين ولكن نخليها دابا خليوها ولا سا ترانكيلا. اول حاجه كنحييكم الصراحه التفاعل هو الصراحه التفاعل هو هذا ما عندي ما تسال، ولكن تعاودوا السبعه الى دخل فوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استرجاع السيادة الوطنية. فقال مرشد الجزائر مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاستقلال: يا محمد مبروك عليك، الجزائر أرجعت لك، فإن الجزائرية لم يجد أعز من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهدي إليه تراب الجزائر وسلاوة ماء الجزائر وتاريخ الجزائر لنحمل. يا محمد مبروك عليك، راه مهداوها لك. What kind of people we are. I don't know how to say. I don't know what to sing. I don't wanna know, never know what to say. Yesterday, today, or tomorrow. I don't wanna be so, so good. When I hear these crazy stories, you know, now you understand all the past.
of liars. They can never stop lying. They can never give us just a front and it's lost. Now you have to see, you have to know just 1, 2, 3. Right neighbors, they are free, just those neighbors. They've been lying for such a long time, and now they keep on lying, and they keep it forever. They never miss anyone. It's no time to tell me another lie. I know that you lie. You lie and cry. You want me to die. What I have to do, what I have to say, when I'm in front of those kind of people, what? They are driving me mad, they are driving me crazy. Crying, 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 lying, lying, lying. It's just what they know to do, that they make me laugh without moving anything. صراحة والله ضحك ما قدرتش نكمل. جو فو سالي اونكور اون فوا، ميرسي بوكو. حنا مقصرين والله العظيم ومجوقين، اي سا بو سا بوغي رابورتي دي فروي. واقيلا يجي شي جمعية ولا تقول ما كاينش هاد الشي كديرو شي كديرو فيه، هبلوكم المغاربة ولا المروك المروك راني نشوفو هبلوك المروك المروك راني نشوفو هالكوك. I advise you to take another room, another way. Don't look back to the past. You're so far away from the present. You are in the beginning of life. You wanna run, fly faster than a jet plane. You fall down and down and never rise up. You're lying and teach lies to your people. Yeah, my friend, there's no innocent to me. What can I do? What can I say? Yesterday, today, or tomorrow, they will never change. Yeah, my friend, they will never change. Long life to you, long life to all Moroccan people, long life to our king, lovely king, nice king, and our nice lovely king. هو المهم، المهم احنا مدوزين الوقت وحنا مقصرين، و انا كنجيبو غير من الفوق، ماشي كندخلو شي يدينا في القاعة الخابية، غير من الفوق، لأن الناس عايشو في الكذوب والدعايات والخرافات. وهادشي اللي ربوا عليه الاجيال القديمه، على داكشي كتسمع ان واحد طيح طياره بمقلاع، واحد طيرها بجباد، واحد ضربها بحجره، وعلى ان واحد حاصر 700 عسكري وقتلهم، واحد دخل المغرب جنويه فمو وذبح كلشي، كوموندو زفتهم بوخ الرباع الحسن الثاني دخلوا عليه وشدوا ليه ولادو، قالوا ليه اخر مره دير خطا. بزاف د الامور اللي كيامنوها فعلا، وكتظن واش هادشي غباء او تخلف او خلل، لان ربما يكون خلل جيني ركبوا فيهم النظام الشيوعي. والله لو عاشوا حياه منعزله عن المغرب ونسوا المغرب، والله كانوا دوله قويه اليوم، سواء شيوعيه. اصلا الدول الشيوعيه حتى واحده ما نجحت، حتى واحده، الا روسيا اللي عاقت بالضربه وزربت على الوقت، ولا الدوله ارستقراطيه، غير طاح لو مير دو برنا عاقوا،
دخلوا لعالم التجاره وعالم المصالح، ودوله الخراقير راك شتيها، حاقر على تونس، حاقر على موريتانيا، حاقر على مالي، حاقر على ليبيا. المغرب وقف لهم حديد نحاس، وقف لهم نحاس البرونز، ما يصدي ما والو، هذو ما يديروا المغرب ومن المغاربه. وما حاولوا يديروا انشقاق ما بين المملكه وما بين الشام، كان شي قزادر شي مسخين وشي مسخات على برا كيهضروا على الملك زعما راهم فهمتي، كيحسبوا راسهم ياخذوا البوز ياخذوا، راه هذوك حتى مام لي زالجيريان لي بخان كوم دي تخيت. حنا كومام كنهضروا معاهم فاس فاس، ما كنديروش فو فيزاج ولا نديروا بروفايل كذوب ولا ان انونيموس، وينما انا نوت انونيموس اون فاس ليك، كنقول لك التاريخ ديالك وحياتك كامله كذبوا عليك، وما بغيتش تاخذها بعين الاعتبار، كتقول هذا مروكي عياش، راه ما كان لا مروكي عياش لا والو، كان واقع ديالك انهم كذبوا عليك وغسلوا لك دماغك، ولا كاجي بي سيستم ديال الشيوعيين واقف غسل الدماغ، راك شتي النتيجه كيفاش ولاو الرومانيين، كيفاش ولاو البلغاريين، كيفاش ولاو كل شيء اوروبا الشرقيه لقاهم سعايا، لقاهم دي بوغ سوز اليمونتي. تصور المانيا الشرقيه حدا المانيا الغربيه الخيرات كتلاح في لابوبيل، وهما لقاهم دي سوز اليمونتي ابار دوك لي سبورتيف اللي دايرين بيهم الواجهه، صحاب دريسلير ودريبلير وديك صحاب الكره وصحاب الاغ دي على قلتو عليها. كذلك بولونيا ورومانيا وبلغاريا شتيهم راهم اللي دابا مزاحمين لي زغاب لي زافريكا في اوروبا وفي فرنسا بالخصوص في اوروبا الغربيه. دونك اتس نو يوز تو لاي، يو هاف تو ستوب لاين تو يور بيبل. دابا راك ما تكذب على شعبك، اغيت دو مونتيغ ا تون بوب، اغيت دو جوي لو ايرو لو بلي فور دو لافريك، راك والو، راك والو، يو ار نوتينغ، يو ار ذا ويك، راه انت هو اضعف واحد في افريقيا، راه انت دابا بحالك بحال الصومال، ودابا يتحقوا منها، يتحق منها الشعب اللي عياهم. شوف تعيا ما تدرك ما تدرك ما تدرك بالدعايه والدوباب وقاده والمروك المروك، غادي تبان تبان، فهمتي، اتبان الحقيقه كتبان تبان، سمعتيني، الواقع والله لا تحجب والله لا تدرك، يبان يبان. حنا مقصرين ضاحكين معاكم، ولكن ما كنسبو ما كنعايرو، اللي هو قراقير وحاسب راسو قراقير، وكنقول له انا عقل زيرو، انا ما كتفكرش، انا كنهضر معاك حتى كتسبني، فهمتي، انا ما كنسبش، عمري نقول شي كلمه طايحه ولا شي حاجه، كنقول لك انت شكون هو، انت نقول لك شنو، على انا كنكذب عليك، انا كنكذب عليك، انت عارف بلي هادشي كاين عندك. حنا كنقول لك عندنا الفقر في المغرب، عندنا الفقر في المغرب، وعندنا مخالفات، عندنا عده امور وكنعالجو فيها، فهمتي، حنا مالنا، حنا الملك كيعدم في المغاربه كيقتل في المغاربه، ولا طالق العسكر كيعتقلوا عباد الحريه اللي كاينه، راه ما كاينه حتى شي دوله في المغرب. راه عندك ولاد عمك هنايا لي زالجيريان، عيط عليهم سولهم، حتى انهم لي بروموتور اللي كانوا كيدخلوا هنا عاطيهم تعليمات ما يعطيوش الحقيقه على المغرب، والدليل راكم شفتوا ليكيب اللي جات في بوركينا فاسو منعوا عليها تصور ودير كلشي، في الاخر رجع عليهم، رجع بن ناصر ورجع محرز ورجع سليماني وعده جزائريين من زيدان كلشي، فهمتي، على الاقل مامسي جمال دبوز بعض المرات كيدير شي حوايج، ملي كيجيب لك زيدان تماك صافي صافي اونغاجي القراقير وكيتنرفاو، ما يقدروش يديروا مراكش دايرين. درنا فاستيفال دي راي باش بانو على ظهرنا ولاو يعايرونا، ما عدا الناس اللي اعترفوا بالمغرب واستعرفوا بالمغرب، بحال خالد، بحال فوديل، بحال الطلياني رضا، فهمتي، وكنظن على انهم لو كوقعوا على قيد الحياه هاشمي قروابي وحاج محمد العنقا والشاعو وعمار الزاهي وبوجمع العنقيس واحمد غفور عبد الكريم داري، هادو كاع يوليو مغاربه، كان عندهم ارتباط كبير بالمغرب وعايشين مع المغاربه وكيضلوا في المغرب، يجيو لهنايا ياخذوا قصائد وغنوا، واحد نوض يقول لي راه طانتوما حنا ديالنا تيبيكمون، ما كان تيبيكمون الجيريان. واش انت علاش ما باغيش تقبل على انك خصك تصاوب واحد الدوله وتصاوب واحد الامه؟ ما عندكش دوله ما عندكش امه، خصك تعترف بهذه القضيه. واش انت المستعمر ديالك كيقول لك انتوما حنا اللي صوبناكم؟ حنا ماشي حنا كنقولوها، قالها ديكول وقالها ماكرون، واش حنا اللي كنقولها؟ تسبونا حنا؟ سيرو سبوا ماكرون ديكول، فعلا كتسبوا ماكرون ديكول كيما يكونوش كاينين وكتغوتوا على الاعلام ديالو وكتسبوا وكتصفروا عليه النشيد الوطني، ولكن كلشي كيحرق لفرنسا، تو الموند سون غاف سي على اون فرونس، اي اون فرونس اي ما في غيان، يبيع الدخان، يمشي يعيش فابور، يبغي يعيش بليكي، يقلب يعيش بليزات سوسيال، يقلب كيفاش يدير الوراق ولا شي حاجه ويبقى ياخذ الشوماج، يبغى غير برودويغ. علاش؟ راه قلنا لكم 100 مره، هو الذنب في لي بروميير فيديو صافي 2-3 اللي قلت لكم ودي ذنب ماشي ذنبكم ذنب النظام، ما بغيتوش تقبلوه اللي كتسبوني. اليوم نقول لكم راه ذنبكم نتوما اللي تبعتوا بوخروبه، بوخروبه دار لكم شركات الثوره الصناعيه والثوره الزراعيه والثوره الثقافيه،
وقال لكم جيو تخدموا. كتجيو تخدموا كاين الشغل موجود، ولكن اون بريفي ما كاين حتى حاجه. كاين لي زارتيزون اللي خدامين مساكن اون نوار، او خدامين لي بيتي زارتيزون، صباب، طياد، دراز، الحايك، المجبود، المهم كانوا يخدموا اون بريفي وقلال، وغالبا غالبا كيكونوا غير المغاربه، لان ما عندهمش الحق يخدموا في شركه ديال الدوله، كاع الشركات ديال الدوله، ما كاينش شركه بلو. المغربي كيمشي يعلم جزائري صنعه، والجزائري كيدير محل وكيخدم عنده مغربي او كيخدم معاه شركه نيمبورت كوا، ولا المغربي هو براسو داير محل صباغ كلشي. الور الجزائري كيقول لك انا نمشي نخدم مع الدوله، يقول لك شراك دير، يقول لك راه كندير والو نمشي، المهم الشهريه طالعه، كلشي الشهريه طالعه وما كينتجو حتى شي حاجه. ما خدامه سوطراويت ديال ليبوس، ما خدامه السوناتيبا ديال البني اللي كتبني، اللي كانت كتبني اللي نعقل عليهم انا، ما خدامه السوناكارت اللي كتصاوب الطوموبيلات ولا الكاميوات ما كتصاوب والو، ما خدامه السونالاك اللي كتصاوب الالكترونيك والتلفازات ما كتصاوب منش لا تليفونات لا والو، ما خدامه السونيتاكس اللي كتصاوب غير الجفاف، الجفاف وبعض المرات ديك القمجه شاري بها العالم الشريعه، ما خداماش سوني باك اللي قال لك الصباط ما كاينش، هي كتصاوب الكوير والصباط، الصباط ما كتلقاش، لو ما قلتي عند الحريفيه ما تلقاش. ايوا بزاف الشركات ما خدامش، علاش؟ لان بومدين دار الثوره الصناعيه غير باش يدور مع الشعب يجي يخدم وما يتخلص وما يخدمش. كذلك في الثوره الفلاحيه، الثوره الزراعيه، عطاهم خمسه القطارات ديال التعاونيه، عطاهم تراكتور وسكنهم، علاش غادي يخدم؟ عنده سكنه، عنده الضو والماء والغاز في الدار فابور، وعطيه تراكتور كيولي يخطف به البلايص، يولي كلونديستان، ما يخدمش. راه بومدين هو اللي خلق لكم هذه المشكله. ما قال لكمش دبروا على راسكم، ولا يقولها بوتفليقه من بعد، شمروا على سواعدكم، كيقول لكم توانسه والمراركه في قطار كيديروا 600 قنطار، وانتم في 600 قطار كديروا قنطار، وكتزغرتوا عليه وتصفقوا عليه، كيقول لكم الزلط والتفرغين، تفرغين، كتصفقوا عليه وديروا عليه، من ولا إمام عندكم، الإمام عندكم، في ليلة عرفة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كيقول لكم وقف، كيهضر مع الرسول، مرشد الجمهورية كيهضر مع الرسول. لقد أهدى إلى الرسول. الجزائر بتاريخها وتراثها ومقاومتها وشعبها دخلنا عليكم بالله، وكيتصنتوني الشعب ما يشيلوش على مو واحد البلغه، إلا عندهم بلغه ولا شي صنداله بحال اللي هذاك اللي دار مع بوش، كتقبلوا بحال هذا الشيء؟ كيفاش كيشوف فيكم العالم؟ سي فوز اكسبتي سا، سي با نوتخ فوت، انتوما باغيين هكذا، حنا كتقولنا كتبوسوا اليدين، انتوما سا سا سي بلو كاف. حنا ما كنقولوش الملك ديالنا محمد الخامس ولا كيهضر مع الرسول وهدى ليه المغرب تراثه وشعبه وكذا، وعاد والرسول ثم قال ماذا وثم ماذا الجزائر ثم الجزائر الرسول، اش كتدخلوا الرسول هادشي؟ راه ما غاديش تدوزوا بطريق الدين، راه وليتوا بحال داك الشكل ديال الهولاسه ديال الشيعه شي وحدين اللي كيهضروا مع يوم القيامه، كيهضروا مع علي وكيهضروا، اتونسيون هادشي راه سي كراف، وتقولوا تجيو تعيروا المغاربه، حنا لقينا هذا ما وجدنا عليه اباءنا واسلافنا، الاحترام لكبار الامه، لكبار العائله، نحترموا الناس. راك انت كتحسب دابا في المغرب غير كيدوروا يبوسوا في اليدين، كيتهضر معايا يعطيك تمرميقه ما يعقلش عليك، مغاربك ما حسيتي هما مدلولين، راه ما كانش، حيد الراس كان فكره من الراس تقول المغاربه مدلولين، راه غير الاحترام، غير الاحترام. المهم نعاودكم لا فيديو ابخي لا دومون. هذا الوطن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استرجاع السيادة الوطنية، فقال مرشد الجزائر مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاستقلال، يا محمد مبروك عليك، الجزائر أرجعت لك، فإن الجزائرية لم يجد أعز من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهدي إليه تراب الجزائر وسلاوة ماء الجزائر وتاريخ الجزائر لنحمل. هذا بغى يدوخ الشعب، فهمتي؟ أنا نهضر مع شي وحدين اللي كيدوي، راه حتى أنا جوزوي ألجيريان دو ميغ وعندي الباسبور ألجيريان، وجي لو دغوا ناسيوناليتي ألجيريان، إلا كنت معارض ما مغلي ألجيريان يجي لو دغوا صحة ألجيريان. هذا اللي كيقول لهم أهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرشد، راه هداوها الشيوعيين وهداوها الخوانة اللي كانوا في وجدة، الكلون دو وجدة، ما هداوهاش الرسول الله صلى الله عليه وسلم، كون هداوها للمسلمين كون راه حنا خوا خوا ديال بصح، ما
ماشي خرخره ديال اليوم، فهمتي حاشا السامعين، ولا هما ولاو دابا التخدير، ولاو كيخدموا الدين، كيحسبوا ان المغرب ناجح بالدين. المغرب تنوعي، حنا عندنا في المغرب عدد كبير ديال الملحدين وكيموتوا على الملك، عندنا لي زاطي هكذا، عندنا عندنا اليهود، عندنا المسيحيين، عندنا البوذيين وكيموتوا على الملك، فراسك ولا ما فراسك، عندنا لي زورتودوكس، لي كريتيان، عندنا الاشكال، راه ماشي مساله ديال الاسلام ولا شي حاجه، الاسلام خلي عليك افتقار، احترم الاسلام، فهمتي؟ انت مسلم احترم الاسلام، علاش كتبغي تستغل الاسلام وتشوه صوره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واش مرشد جزائري يحتاج له الرسول صلى الله عليه وسلم يهديه الجزائر؟ سي كوا سيت سي كوا هادشي سي كوا؟ سيت ان ديليغ، سيت ان ديليغ، هاد باش هذا ضربوا حمار الليل وما كيقولوا ليه بوغطات، ها؟ نايت مان. الجزائري هو الذي اهدى والناس بعقلهم ما كيسمعوش لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استرجاع السيادة الوطنية، فقال مرشد الجزائر مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاستقلال، يا محمد مبروك عليك، يا محمد مبروك عليك، الجزائر أرجعت، يا محمد مبروك عليك، رجلك رجلك الجزائرية لم يجد أعز من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة. ليهدي إليه تراب الجزائر، خص كاع المسلمين ينوضوا لهاد الخيمة وتاريخ الجزائر ودايز في التلفازة، هذه الخطوة ديالي اللي تعرفها. شوف نقول لك واحد القضية، ما كانش عليه يقول يا محمد مبروك عليك الجزائر رجعت ليك، كان يقول يا بو خروبو يا الشيوعيين مبروك عليك الجزائر رجعت ليك، بليكي بلا ما قاومتي بلا ما ضربتي بلا والو، عميروش في العربي بالمهيدي و كانوا كيتقاتلوا وانت كنتي في المروك تا وبنبله وبوتفليقه ضربوا المساج في الحمام ديال موت بوتفليقه، فهمتي، والسيشوارات وتبركوا في شيبول والبار ديال موسى وتهبطوا للفيرما ديال الحاج بالحاج طريق بركان طريق كافي مور، ضربوا الحواله مشويين فهمتي، ولا اللوماليه غزالي ويا دلالي يا دلالي، وفي الاخر هداوها ليكم وكان هداوها لمحمد. شكون هذا محمد؟ بن بلا ما سميتوش محمد، واقيلا كيقصد محمد بوخر، ربما محمد ربما دخل فيها رسول الله. مو سي شويه الجيريان، قول دخل سبني وعايرني وقول لي لو كانت الجزائر كانت مستقيمه وما كيعيروش المغاربه ويحترموا المغاربه والمغاربه ما داروا لهم والو، راه فرنسا اللي استعمرتهم، راه الدوله العثمانيه اللي دازت تماك 317 سنه ديال النكاح والسكاح تماك، الكراغلا والكورغولي، ها منين جاو؟ ها شنو دارت تركيا؟ اش هي الامجاد؟ حقا كنا كنصولوا ونجولوا في البحر الابيض المتوسط وكنا هذيك راه الدوله العثمانيه راه ماشي الجزائر، فهمتي؟ كانوا هما غير كيراميو الجزائريين غير عبيد يراميو الفلوكه، لان ما كانش الموتور، ما كانش الباطو افابور، حتى لافوال ما كانش بزاف عليهم يديروا باطو افوال، فهمتي، ديال لي كورسير، يعني كانوا يراميو كانوا يجيوهم وكانوا يستغلوا النساء، كيولد وكيمشي الجيش انكشاف، هذا واقع تاريخ ماشي انا اللي كنقولو، التاريخ اللي مكتوب تما كان عدة جزائريين اللي كاتبين كتب صحيحة، ولكن معدومين في الجزائر. حتى دابا هضر مع لافروس رجع النشيد الوطني ديالك اللي راه في لاساسان، ورجع الجماجين، ودور في فرنسا قولها نحيدو لاكورديفيون، بقا تاخذي حتى ليترو ديال المازوت وديال ليسونس كيما الغاز والبترول. المغرب هو فرنسا دارت، الدولة العثمانية دارت، والدول المغرب اللي عاون وشد اللاجئين هنا وضرب هو اللي ولا لكم المروك عادو يا محمد. المهم واش لكم مباركة إخواني أخواتي، بارك الله عليكم.